هلا يا حي اللي متابعنا على الشاشة ونهديك السلام، هلا بك عد مشاعر تغنى بفيض من المشاعر والغرام. انا يا حي اللي متابعنا على الشاشة ونهديك السلام، هلا بك عد مشاعر تغنى بفيض بفيض من من المشاعر المشاعر والغراب. والغرام. نعيد الماضي بذكرى وفن، تراث اجداد ونزيد اهتمام، لقل تعرف جميع الناس عنا بماضينا وحاضرنا سلام. نعيد الماضي بذكرى وفن. محبي ومتابعي برنامج صوت القوافي، اهلا ومرحبا بكم معنا الى لقاء جديد من هذا البرنامج. تعالوا الآن لنتابع فقرات هذا اللقاء، ونبدأ كالعادة بهذه الفقرة التالية. تاهت معاني الجول والخوف داكن، تاهت معاني الجول والخوف داكن، وضاعت شموع النور بالعين غرقة، عينك مدينة وظل رمشك مساكن، والقلب تايه ما قوى بحيل يرقى. دهت معاني القول والخوف داكن، وضاعت شموع النور بالعين غرقة، عينك مدينة وظل رمشك مساكن، والقلب تايه ما قوى بحيل يرقى. قالوا تحبه، قلت أحبه، ولكن وجه الطريق يدلني الشوق فرقة. يا أقرب اللي فيه هو القلب ساكن، وش هو بإيدي لا غدا القول طرقة. فدوت عيونك يا عيون غلاكن، لا تشعلن ذا الجوف زخات حرقة، لا تقتلن بذرة المودة، وماكن يلقى لباس ورعدك نسيل برقة. لو تطلبن أغلى المعاليق هاكن، لو تطلبن أغلى المعاليق هاكن، لابد تنبت بين الأضلاع ورقة. وجه الشموس اللي ظهر بي وفاكن ما بين قلبي ومطلع الشمس شرقة. تصدقن لجيت بسكن مداكن، ألقى بدربي بحر كنزان زرقة. وتصدقن قلبي هواكن، ولكن مدري مع الأيام له يوم يرقى. أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم مع الكلمة والقصيدة الشعبية وصوت القوافي. تعالوا الآن لنبدأ هذه الجلسة لهذا اليوم، وعنوان هذه الحلقة وهذه الجلسة القصيدة الوطنية الشعبية. تعالوا الآن لنستمع إلى إخواني الإخوة الشعراء الذين حضروا معنا من خلال هذه الجلسة لهذا اليوم. جماعة سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، حياكم الله شعراء، حياكم الله. شعر سعيد والشعراء جيتونا المنطقة الشرقية، ما جبت علوم أخبار؟ نجد الربع سألوكم ما شاء الله، ما شاء اخبار، ما سمعت عن شيء ابدا، حياكم الله من جنابكم. والله كذلك ما شاء اخبار، ما شاء علوم من علوم الخير وعلومنا الثانيه، كما تعلمون بان ايضا متابعي البرنامج بدهم صراحه يسمعون منكم الشيء الجيد من خلال هذا اللقاء لهذا اليوم. وطبعا حلقتنا اليوم ستكون عن القصيده الوطنيه، كيفيه صياغه هذه القصيده او كتابتها، وايضا عن مفرداتها، وما هي ايضا المناسبه التي تشد الشاعر لكتابه هذه القصيده. الشاعر سعيد بن راشد الحارثي، زين نستهل هذه الجلسة بقصيدة أو تعطينا فكرة سريعة عن القصيدة الوطنية. والله يا أبو نصر، القصيدة الوطنية هي بشكل عام هي قصيدة، لكن القصيدة الوطنية تختلف على أساس الشاعر يتغزل ويتمجد في بالوطن، حضارته ويفتخر وبلده بالوطن، فهذا اللي يميز القصيدة الوطنية عن باقي الشعر وعن باقي الكتابات. محضر قصيدة أنت؟ والله محضر قصيدة. إذن خلينا نسمع قصيدة وفيما بعد نتواصل مع الإخوة متابعي البرنامج والأشعار في نفس الوقت. بسم الله. تفضل الشعر، تفضل. قصيدة معطنها عنوان معشوقتي، أقول فيها معشوقتي يا وجه شمس منيرة، منيرة يا غالية في قلبي غلاك بازتيادي، أنت القمر غيرك نجوم النثيرة، إشراقة شمس ما تغطى بيادي. معشوقتي يا وجه شمس منيرة يا غالية في قلبي غلاك بازتيادي، انت القمر غيرك نجوم النثيرة، اشراقة شمس ما تغطى بيادي. معشوقتي سافرت من ديرة لديرة وعاشرت جميع الناس،
حضر وبوادي معشوقتي مالك مثيل في الجزيرة سكنتي بصير العين وسط السوادي معشوقتي مالك مثيل في الجزيرة سكنتي بصير العين وسط السوادي معشوقتي مثلك غواني كثيرة لكن حبك ساطيا في فوادي معشوقتي يجروح حبك خطيرة سطت على قلبي وأدمت كبادي معشوقتي نفسي في حبك أسيرة يا حبي العذري وعشقي ودادي معشوقتي الشرت أنت أثيرة يا كوسن الذعذع بنفحة برادي معشوقتي الفل أنت عبيرة يا النرجس المشموم كيذا وزبادي معشوقتي تصيب القلب غيرة يغار عليك من كل رايح وغادي معشوقتي تصيب القلب غيرة يغار عليك من كل رايح وغادي يا جزء من عمري ومنك مصيرة ثراك طين وأنا من الطين بادي في عالمي توقتك أنت أميرة يا بهجة الأنظار يا عمان بلادي معشوقتي الفل انت يا عبيره يا النرجس المشموم كذا وزباد وصراحه حياك الله حياك الله الشاعر سعيد بن راشد الحارثي على هذه القصيده الجميله والمعبره ايضا والتي تغزلت فيها في البلد او في الوطن في نفس الوقت بارك الله فيك الشاعر. بعد سعيد الحارثي عندنا اعزائي ايضا الشاعر بدر بن ناصر شحيمي. شاعر بدر حياك الله يا مرحبتين نرحب بك يا شاعر بعد غيبه وانقطاع طويل ايضا عن البرنامج اليوم تشاركنا من خلال هذه الحلقه لهذا اليوم الله يشرفك. نعرف ما هي الغيبة اللي خلتك تغيب فترة طويلة عن البرنامج؟ والله أول شيء يعني ما اعتبر نفسي إني غايب موجود طبعا موجود. في الساحة وإذا سألتني عن كتابة الشعر أنا مستمر في الكتابة سواء موجود أو غير موجود لكن احنا تعودنا عليك أنك دائما تشارك معنا في تعادي الأسباب ظروف خاصة ظروف خاصة طيب لو نسألك عن القصيدة الوطنية هل لها مناسبة معينة مثلا أو في أي ظرف ممكن الواحد يصيغ القصيدة؟ والله القصيدة الوطنية طبعا الإنسان خصوصا الإنسان يعني مستحيل أنه يتجرد عن وطنيته أكيد فالقصيدة الوطنية تأتي تلقائيا من دون تكلف الواحد ما يتكلف انه يكتب القصيده او حد يفرض عليه كتابه القصيده الوطنيه لكن تجي في 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 مناسبه معينه مثلا او في اي وقت ممكن يعني في كل المناسبات يعني في كل المناسبات موجوده القصيده الوطنيه ولكن ربما يعني بعض المناسبات تحتم عليك انك تكتب القصيده الوطنيه نعم طيب ايش بتسمعنا بتسمع الشعراء الافاضل الله يسلمك عندي قصيده بعنوان تغريبه الوجدان تغريبة فالإنسان عندما يخرج خارج وطنه يكون رسول لعاداته وتقاليده ولوطنه أكيد بالفعل فيثبت وهو خارج وطنه بأنه هوية تميزه عن الآخرين فقلت أنا هذه القصيدة يا من سألتي والإجابة بلا ضير يا من سألتي والإجابة بلا ضير مالي بغير الصدق يا بنت حاجة يا من سألتي والإجابة بلا ضير مالي بغير الصدق يا بنت حاجة عن الهوية تسأليني لك الخير جيتك صفات العقربي وثجاجة يا من سألتي والإجابة بلا ضير مالي بغير الصدق يا بنت حاجة عن الهوية تسأليني لك الخير عن الهوية تسأليني لك الخير جيتك صفات العقربي وثجاجة من موطن وصفه يفوق التعابير من موطن وصفه يفوق التعابير في وجه ضيفه فل عقدة حجاجه من موطن التاريخ أرض المغاوير من موطن الأحرار والعز التعابير في وجه ضيفه فل عقدة حجاجه من موطن التاريخ من موطن التاريخ أرض المغاوير من موطن الأحرار والعز تاجه من موطن ناخت لتاريخه العير به ينعدل تاريخ بعد انعواجه من موطن ناخت لتاريخه العير به ينعدل تاريخ بعد عوجاجه موطن ابن ماجد خضمن ونحرير نبع الفراهيدي وأول فجاجة موطن ابن ماجد خضمن ونحرير نبع الفراهيدي وأول فجاجة أرض الغبيرة من كحل التعابير تقطف يدين الفكر وانتي سراجه يا موطن الأفذاذ عرب مشاهير مجد العروبة من ضياك بلاجة أرض الغبيرة من كحل التعابير تقطف يدين الفكر وانتي سراجه يا موطن الأفذاذ عرب مشاهير مجد العروبة من ضياك بلاجه احنا ذراك الطود ارض المناعير لو هبت الارياح صعب ارتجاجه فيض الوفاء يطفي شرر نافخ الكير وبحر الولا صوت النواقيس هاجه يا سائله رجحت الفكر هالمخاشير ما سامرت بنت الفكر هالمخاشير ارقى بطبعي عن حضيض السذاجه شرقي ملامح صورتي بنيتي غير شرقي ملامح صمزي حريته ما تحتويها الدساتير لنجبر بعرفه كسور
الزجاجة أحلى من الحلم وخيال الأساطير، ثوبي مروجة والعطر من عجاجة، أجناح حوجاسي غدا وحرف يطير بزلاله الينبوع، يصفى هماجه روضة هيام وشوق عشق ونواوير، فكري بشذاها راحته واندماجه تغريبة الوجدان، فجر المشاوير زهر العمر وجه الأمل وابتهاجه. تسلم تسلم الشاعر بدر بن ناصر الشحيمي على هذه القصيدة والكلام الجميل أيضا في معنى ومغزى. وأيضا قلنا عن الوطن مستحيل أن نوفي حد أكيد الوطن. أكيد الوطن مهما كان الواحد يعني. بارك الله فيك، بارك الله فيك الشاعر. بعد هذه القصيدة أعزائي المشاهدين من الشاعر بدر بن ناصر الشحيمي، أيضا شاعر آخر عندنا شاعر حمد بن محمد العويسي. يا العويسي حياك الله، مرحبا. سمعت القصائد من سعيد وكان بدر آخر قصيدة، سمعنا. فما أدري حمد أيضا شو بيقدم لي متابع البرنامج واللي بيتابعنا أيضا وبيتابعنا أيضا عن هذه الحلقة اليوم اللي هي خصصت بمناسبة القصائد الوطنية. والله قصيدة كذلك في الوطن، قصيدة بس الوطن. إيش قال أخوي الشاعر بدر، إيش الشيء اللي شدك في بداية كتابة القصيدة يعني ثم أنك كتبت القصيدة؟ القصائد والله تكون لها مناسبات طبعا، والفكر تكون على حسب ما توحي عليها الشاعر، صحيح، فطرته. والوطن أكبر مما أن نقول فيه قصيدة، الوطن حب الوطن يفرض عليك أنك أكيد تكتب قصيدة. أكيد بالفعل بالفعل. لكن هل لك مناسبة يعني أنت اللي قررتك أنك تكتب القصيدة مثلا؟ والله في مناسبة. مثل؟ في مناسبة ربما أنها تكون القصيدة شارح كذاك. بارك الله فيك، تفضل. يا هلا مرحبا. يا مرحبا. جميع ما في عالمي يعد ويقاس، ويقاس. جميع ما في عالمي يعد ويقاس إلا المحبة ما وصلها حسابه. جميع ما في عالمي يعد ويقاس إلا المحبة ما وصلها حسابه، فاقت على كل التصور والإحساس واستاثرت يا المستمع بالغرابة. الله زرعها في البشر غرس غراس، تجري مجاري الدم زاد وشرابه. فاقت على كل التصور والإحساس واستاثرت يا المستمع بالغرابة. الله زرعها في البشر غرس غراس، تجري مجاري الدم زاد وشرابه. حب يخلي صاحبه رافع الراس، وحب ينزل هامته ما رقابه. حب يخلي صاحبه رافع الراس، وحب ينزل هامته ما رقابه. وحب الوطن ما تفرضه رغبة الناس، حب الوطن منبع ونل ارتوابه. يا سلام الشاعر، سلام. حب يخلي صاحبه رافع الراس، وحب ينزل هامته ما رقابه. وحب الوطن ما تفرضه رغبة الناس، حب الوطن منبع ونل ارتوابه. شربت من فيضه رضا صافي الكاس، ولا يوم في وجهي يتسكر ابوابه. شربت من فيضه رضا صافي الكاس، ولا يوم شفته، ولا يوم في وجهي يتسكر ابوابه. فدوى ترابه من وطن ساس، من ساس واقولها مليون فدوى ترابه. فدوى ترابه من وطن ساس، من ساس واقولها مليون فدوى ترابه. لو دارت الدنيا وحاطت به انجاس، حنا دروعه والفناء ما نهابه. اكبر من اني يكتبه شعر بطراس، لو طال عمري ما وفيته حسابه. تسلم، بارك الله فيك شاعر حمد بن محمد العويسي على هذه القصيده. في البيت الاخير اعطى تعبير كامل، ممكن تعيدنا البيت الاخير طالما انا؟ والله يقول فدوى ترابه من وطن ساس، من ساس واقولها مليون فدوى ترابه. ترابه لو دارت الدنيا وحاطت به انجاس، حنا دروعه والفناء ما نهابه. اكبر من اني اكتبه شعر بطراس، لو طال عمري ما وفيته حسابه. احسابه. تسلم حمد، تسلم عمونا على هذه القصيده الجميله، وبارك الله فيك. ايضا بعد حمد العويسي عندنا الشاعر حمد بن علي النعماني. شاعر حمد، مرحبا وسهلا، حياك الله. الله عافيك. اشوف ما شاء الله امامك اكثر من قصيده تقريبا يعني. فما ادري تغزلت في الوطن، في الماضي، في الحاضر، ايش موضوع قصيدتك بالضبط؟ قصيده هذه وطنيه. وطنيه لكن لها مناسبه، ايش المناسبه بالضبط يعني؟ مناسبه هذه الحب الدائم للوطن. الحب الدائم يعني حمد خضنا في قصيدته ايضا لحب الوطن. الشاعر حمد بتاخذنا قصيدتك الحب الدائم للوطن، هذا عنوان القصيده. هذا عنوان لا يمزون الغيث. لكن لما كتبت هذه القصيده مثلا كان الوقت مناسب؟ مثلا اي وقت ممكن تكتبها، في الصباح، المساء، او في اوقات محدده مثلا لكتابه القصيده؟ لا، حي الله وقت. حي الله وقت. ممكن تكتب القصيده في حي الله وقت يعني. نعم، حي الله وقت. بارك الله فيك، تفضل. الوطن داعي فهو في كل وقت. نعم نعم، بارك الله فيك. هو احيانا لو بقطع على حمد، احيانا القصيده يكون الشاعر يقول لك والله عندي وقت مناسب مثلا اخر الليل اكتب القصيده، احيانا بعد الظهر،
احيانا على ضوء او نور القمر مثلا بالليل، ربما يستوحي، فكل واحد يستوحي من خلال يستوحي الهدوء. الهدوء ايوه. فايضا القصيده الوطنيه ربما يكون لها وقت مناسب اتوقع يعني. ما ادري، انا اعتقد ان الليل او القمر او النهار هي كلها ظرف زمان لمكان واحد. اكيد فعلا هي فعلا يعني. لكن الشعراء احيانا كل واحد له اسلوب معين. امزجه في الكتابه. صحيح. تفضل تفضل شعر. يا شروق الشمس ما بين الامم، يا شعاع المجد اللي نمشي أمامه، يا عمان العز اللي منذ القدم، يا عيون الكل والشامخ سنامه، بقدرة الجبار كل طاغن من لونه تمامه، أنت في كبد العدا صرتي سهم، وأنت فوق الروس اللي خلوك هامه. أنت في كبد العدا صرتي سهم، وأنت فوق الروس اللي خلوك هام، جود دايم وغيرك عدم، يا جموح بين من يرمي خطامه، يا عنود بين من شقر ودهم، يا بروق بين من يبرز حسامه. يا عنود بين من شقر ودهم، يا بروق بين من يبرز حسامه، وقمة الآداب أصبحت علم في ميادين الحضارة والفهامة، ما نزلت يوم كل شيء ينهزم، أنت يلي صامده مليون قامة. قامة شاء الله. قمة الآداب أصبحت علم في ميادين الحضارة والفهامة، ما نزلت يوم كل شيء ينهزم، أنت يلي صامده مليون قامة، وما اختفى رمز الفكر ساعة بصم، أو دفن من جبهتك لمسة بهامة، دمت يا نبض المبادي والقيم، يا وحيده بالفضاء تنعت علامه، ياما من حسنك عجز وصف القلم، وقف حبر صوبك تزاحم كلامه، وبحكم قابوس طاولتي النجم، وعنها قيل الوقت غطاك برثامه، لمك بكف الصخا واليود لم، ولبسك تاج الصبا ثم وسامه، من يدنس ارضك ولمسن بدم، لين يبقى شي فينا حي دامه، كلمه تسري في عروقي وفي قسم، أو في بها وعد إلى يوم القيامة، نفتخر بك وانت يبعلي الاسم، لو تكوني بين خد السهيل شامة، يا مزون الغيث يا خضر النعم، يا بلاد الخير يا نبع الكرامة، يا بعيدة من حروفي والرسم، يا بعيدة من خيالي وانسجامة، يا بعيدة لو تملكتي النسم، يا بعيدة من كياني وفي عظامة، مبعدة لو تسكني دم ولحم، دام قربك بين سقفي وانضمامه. وانضمامه. تسلم تسلم حمد النعماني على هذا القصيدة، وبارك الله فيك. بارك الله فيك شاعر حمد. أعزائي المشاهدين، نستضيف في هذا اللقاء الشاعر محمد بن حميد الحارثي. الحارثي مساك الله بالخير. مساك الله حياك الله. الله محمد. يا مرحبتين. الله يحييك. الله يخليك شاعر. يا مرحبا. يا مرحبا يا مرحبا. الله يحييك. شاعر محمد، أخيرا صدر لك ديوان شعر تحت عنوان حذاء القوافي. نعم. زين تعطينا فكرة وتعطي أيضا متابعي البرنامج عن هذا الديوان ومحتويات الديوان أيضا من القصائد الشعرية. نعم. والله هذا الديوان حداء سميناه بهذا الاسم حداء القوافي، لأنها عندما تتحرك الهجن أو الجمال من منطقة لمنطقة، منطقة مثلا في قافلة أو قافلة، يعملوا حداء غنى صوت، يعني معنى الحداء يعني تردد الصوت أو صدى الصوت، صدى يعني الصوت يسموه حداء. وسمينا الاسم هذا حداء القوافي بهذا الاسم. والقوافي اللي هي قوافي الشعر. هي القوافي الشعر. قوافي الشعر. فعلا فعلا. نعم. طيب المحتويات اللي يحتويها الديوان، ما هي القصائد الموجودة؟ والله الديوان يحتوي على 4 فنون. اللي هو فن الرزحة. وفن الميدان. ايوه. وفن التغرود. ونعم. وفن العد. وفي قصائد أخرى بعد في العازي، فن العازي. زين الشاعر أبو حميد، تسمعنا أيضا قصيدة من هذا الديوان حداء القوافي، تختارها لنا ولمتابع البرنامج إن شاء الله. بنسمعكم هذه القصيدة من فن العد. قصيدة بفن العد. نعم. أو الإلقاء يعني. نعم. تفضل. وهو الديوان يحتوي على فنون كثيرة، بنختار لكم هذه القصيدة. بارك الله فيك محمد، تفضل. يقول: ون قلبي ون معتلي، معتلي ون تلي ضايق مباله، والسبب من ناسه في الدلي، لي رماني بعين قتاله، من مصاب الحال من هلي، وفي الحشان يران شعاله، والغوي فراحه ومتسلي، ما درى بالمغرم وحاله، روف بي يا ريم لمفلي، لا تزيد القلب غرباله، يا زهر يا نفحة الفلي، خالق اللي كمل جماله، يا جماله، كالبدر بالحسن متجلي، منور من غرب وشماله، والوجان وردن على الطلي،
فتح زهوره بأشكاله ويا محمد هيب عجلي وسعف اللي ضايق مجاله ناظر ذراف ينهلي والمعنى حالته حاله تيبني من قبل لا ولي مثلك من أهل لي ماله قبل حالي يروح بالكل في طريق الحب وحواله وحواله. تسلم شاعر. تسلم شعر. طيب شاعر محمد، أنت ركز في ديوان حداء القوافي على القصائد، قصائد المساقلات الشعرية وفن الميدان، لو نأت أيضا إلى الشعراء الذين تأثرت بهم في هذا المجال. والله الشعراء كثيرين اللي تأثرت معنا من خلال استماع إلى أشعارهم واللي مارستهم. عندنا الوالد الشاعر خلفان بن سعيد نعمان العظم. ونعم ونعم. يعيش طبعا يعيش. لا متوفي. متوفي. وعندنا الشيخ عبد الله بن راشد الحبسي. ونعم ونعم. أيضا يكتب في الميدان وجميع الفنون. والشاعر سعيد بن عبد الله ويد وزير. ويد وزير. نعم. تأثرت معنا بأشعارهم. صحيح. والشاعر سويري راشد بن سلوم. ونعم ونعم. كذلك حافظ الشاعر حافظ بن محمد المسكري. ونعم ونعم. والشعراء كثيرين اللي هم يكتبوا في الميدان، وعندنا والشاعر حميد بن حامد مقحف. وهذا فن بينه وبينك يجب ان نحافظ عليه يعني جميعا، وخاصه نعم الشباب. نعم فن، فن الميدان بينه وبينك فن جميل من حيث الفاظه وكلماته الحلوه. نعم ايضا في نفس الوقت. نعم. خلينا ابو حميد ايضا نستمع قصيده من ديوانك حداء القوافي. حيا بكتاب والحروف وضاحي، ساعة لفاني زادني نشراحي، من صايغ انحال الشعر مفتاحي، نقرا حروفه كل مساء وصباحي. وصباحي. من صاحب يشكي وزاد جراحي، دمع جرى فوق الوين الضاحي، خود كعوب اغنجي مياحي، متبختره شرو الفرس تمتاحي، داير في قصر معتلي طماحي، بابه غليق وما يله مفتاحي. يشكي مصابه برقاب سماحي، يلي يديله على المضم مرطاحي، والخد براق سنانه واحي، ويلا بمطر يسقي عصر وصباحي، وتصبح وتخصب مفاليه يبل وبطاحي. امين. الشاعر شاعر محمد، هل لك مشاركات في مناسبات معينه وحصلت على مركز معين؟ في العام الماضي حجزت على المركز الثاني مسابقة، هذا ضمن المسابقه الادبيه للمنتدى الادبي. نعم. شكرا الشاعر محمد بن حميد الحارثي على هذا اللقاء، ونتمنى ان شاء الله بان نتواصل معك في لقاءات قادمه. شكرا الشاعر. شكرا اعزائي المشاهدين، لازلنا معكم نتواصل وبقيه فقرات البرنامج، تابعونا ومع هذه الفقره التاليه. أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم ومع الإخوة الشعراء وبرنامج الصوت القوافي. الآن عندنا الشاعر صالح بن خميس السنيدي. السنيدي حياك الله. يا هلا ونصر. يا مرحبتين. الله يحييك. حياك الكريم. سمعت الأشعراء أيضا عبروا من قصائد جميلة معبرة في نفس الوقت، قصائد وطنية. ونشوف الشاعر صالح بن خميس السنيدي. حمر البيارك. طبعا قصيدة وطنية. قطعة وطنية. ارث عمان. لكن هل هناك تكلف في كتابة القصيدة الوطنية؟ يعني لو جينا لكتابة القصيدة الوطنية والقصيدة العاطفية. نعم. أيهما أسهل بالنسبة للكتابة يعني؟ والله بالنسبة للقصيدة العاطفية والقصيدة الوطنية هي كل قصيدة تتحدث عن موضوعها. صحيح. ثانيا بالنسبة للقصيدة الوطنية، ارث عمان التاريخي وحضارتها الزاهية. صحيح. ظهرت هي كمعين وكقاعدة ينهل منها الشاعر في أي وقت جاء وفي أي مكان. بينما المناسبات اللي تستلهم الشاعر أو تستنطق بمعنى آخر تستنطق الشاعر، هي مناسبات اللي تحدث أثناء طفرات في تاريخ في التاريخ أو في الحادث. صحيح. أو في العصر الحديث. فهذه القصيدة هي تاريخية وتمزج بين الحاضر والماضي. والماضي. نعم. تفضل. عنوانها حمر البيارق، والبيارق هو العلم. صحيح. يقول: من عهد عاد ودارنا عز معتاد. من دهر. من عهد عاد. من عهد ودارنا عز معتاد، سمر الرماح وسيفنا ما يجارى. من عهد عاد ودارنا عز معتاد، سمر الرماح وسيفنا ما يجارى، حصن العرب حنا، حصن العرب حنا على روس الأشهاد، رأس الرمح أصلا طصون العذارة، الطفل منا يسقي عروش ونداد، ناخذ من العزة
عيون الجوارة. الطفل منه يسقي عروش وانداد، ناخذ من العزة عيون الجوارة ما جان، تاريخ على وصفها جاد، يحكي الفرات وشطنا ما يبارى. ما جان تاريخ على وصفها جاد، يحكي الفرات وشطنا ما يبارى. أعمان دار الرجال أخواذ أسياد، أطروحة السيف اليماني ودارة. أعمان دار الرجال أخواذ أسياد، أطروحة السيف اليماني ودارة. شوك بحلق الفرس للروم أصفاد، شوك بحلق الفرس للروم أصفاد، أول شروق الشمس وآخر نهارة. وعمان دين وبالعقيدة لها زاد، تشهد رسالة عمر ختم وعبارة. وعمان دين وبالعقيدة لها زاد، تشهد رسالة عمر ختم وعبارة. من يوم عاهدنا على الدين ما حاد فينا ولا منا نخون المسارة. من يوم عاهدنا على الدين ما حاد فينا ولا منا نخون المسارة. واليوم هذه عمان للعز ميلاد، من فيصل بل يد قاد البشارة. واليوم هذه عمان للعز ميلاد، من فيصل بل يد قاد البشارة. مليون سيف ورث الجد الأحفاد، والجام خيل وصهرها ما يزارة. مليون سيف ورث الجد الأحفاد، والجام خيل وصهرها ما يزارة. حمر البيارك نارد الدم أعماد، والحاض صيف والحاض سيف وللمعامع شهارة. حمر البيارك نارد الدم أعماد، والحاض صيف وللمعامع شهارة. من ينكر التاريخ وأجدادنا عاد؟ من ينكر التاريخ وأجدادنا عاد؟ ومن يمسح الشمس بيدينا اصطبارة؟ هذه الأرض تاريخ تعصى على وغاد، للعز فيها فلك 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 ومدارة. من عهد عاد ودارنا عز معتاد، سمن الرمح وسيفنا ما يجارة. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا صالح على هذا القصيدة الجميلة. يا سعيد سمعت كيف الكلام الطيب أيضا، الله يجزاك والله يخليك شاعر، الله يخليك تسلم. بعد السنيدي أعزائي المشاهدين عندنا شاعر آخر، الشاعر علي بن سالم الحارثي. حارثي حياك الله، حياك الله يا مرحبتين. سمعت الأشعار اللي أخذونا في قصائدهم المعبرة الجميلة، القصائد الوطنية. والآن نبي نعرف أولا قبل أن نبدأ في القصيدة، الشاعر علي، تعطينا فكرة عامة عن القصيدة الوطنية وكيفية توظيف بعض المفردات في هذه القصيدة. يعني القصيدة الوطنية كمنظومة هي قصيدة فعلا، وكفكرة هي امتداد لعشق أزلي موجود لدى الشاعر ولدى الإنسان. يعني الإنسان أينما وجد وجد له وطن فعلا، فهي شعور أزلي يعني لأي إنسان حب الوطن. ويمكن احنا لاحظنا هنا في اثناء الجلسه هذه ان اختلف الشعراء في تناولهم للوطن. صحيح، مثلا الشاعر سيد تناوله كمعشوقه، معشوقه فعلا. الشاعر بدر تناوله كهويه، ارث تاريخي وهويه ومرجع يعني. نجد ان الشاعر حمد او الحمدان في الحب الدائم ايضا، حمد النعماني، امتداد لا يمكن حصره. صحيح، يعني حمد، اقصد الحمدان حمد العويسي وحمد النعماني. نعم، فهي يعني امتداد لا يمكن حصره بأي كان، بأي لغة ما ممكن انه يحصر. فاذا يعني يتهيأ لي بان الوطن قصيدة ستظل تكتب وتكتب وتكتب بشكل ازلي. لكن من حيث المفردة مثلا او توظيف الكلمة في القصيدة، هل يكون صعب مثلا؟ يعني ما اعتقد بان هناك صعوبه، هي تجد يعني بالتفاوت بين قصيده وقصيده، بين شاعر وشاعر، من حيث مغزى الكلمه ايضا والكلمه وتوظيفها. والبعض تحصل القصيده مثلا هي فعلا وطنيه لكن ليس بالمستوى مثلا المطلوب. مثلا البعض الشاعر الاخر يوظف في قصيدته مفردات قويه، قافيه واسلوب ايضا. اذا هي امكانيات فرديه شعريه يعني بين شاعر واخر، يعني وفروق فرديه ما بين شاعر وشاعر. ايضا حتى طريقه التناول احيانا تختلف، يعني إذا تناولها بشكل عاطفي أو تناولها بشكل تاريخي أو تناولها بشكل حضاري، أو طريقة التناول للقصيدة تعطيها أيضا مدى قوة معين مثلا، وتنصاع له أيضا القافية والقافية والوزن، وكل هذه في النهاية يعني تجتمع مع بعضها وتشكل إبداعا ما. قد يكون متفاوت بلا شك، يعني مستويات دائما الفرق موجودة بين البشر جميعا. بارك الله فيك شاعر علي. إذا خلينا في القصيدة نستمع الشاعر إيش بيقدم للشعرانة والمتابع البرنامج. أنا سأتناول الوطن ببعد آخر، وهو أن الوطن موروث
ما ممكن أن تغيره المظاهر الخارجية اللي ممكن نشوفها في العالم الآخر من هذا الكون. صحيح فعلا. فالقصيدة أغلى وطن. أكيد تفضل. وطن ما عربد بوجهي غلاه إلا وضميته، أجل لو ضمني حضنه دفا وش عاد يغريني، شقى لو تنبت رماله أحبه ما تناسيته، ولو يرمي على كتفي جباله شلتها بعيني. تسلم. ظهرت من الظلام أعمى سكنت ترابه وبيته، غسلت ذنوبي بملحه ولا ضاقت شراييني، عذلت ضلاله وأرخى سدوله لين ظنيته، ملاك الغيث يرويني ولا ظنيت يرويني. نعم يا العالم الأول أنا تاريخي وسيطه يسمى عمان، لا هانت بها أسمى عناويني، بها اسمي بها رسمي بها كل شيء، بها اسمي بها رسمي بها عز تبنيته، بها تتوارث العزة بها الأمجاد تكفيني، بها أهلي بها ناسي بها كل شيء تمنيته. لضيت بعالمي الثالث وبك لا شيء يعنيني، يا سلام عزيز ترابها عندي كثر هالكون أغليته، ولا تقدر تساومني كفاك تشد بيديني، وطن ما عربد بوجهي غلاه إلا وضميته، تظن لو ضمني حضنه دفع وش عاد يغريني. الله أشكركم. تسلم تسلم. رضيت إيش قلت؟ رضيت بالعالم الثالث. رضيت بعالمي الثالث لا شيء يعني. هم صنفونا على أنه عالم ثالث، العالم الثالث فعلا، لكن بالوطن بالنسبة لنا هو العالم الأول والأخير، والكيان الأول والأخير أيضا. بارك الله فيك. بارك الله فيك الشاعر علي بن سالم الحارثي على هذه القصيدة والمفردات الجميلة أيضا، وتشكر على كل حال. نشوف قارك أيضا الشاعر ناصر بن خميس الغيلاني. يا مرحبا شاعر ناصر. سمعت القصائد المعبرة اللي هي عبارة عن قصائد وطنية، وما أدري ناصر بن خميس الغيلاني إيش بيقدم للإخوة الشعراء ومتابعي البرنامج. والله معاي قصيدة في باني هذا الوطن. الله يدوم إن شاء الله ويخلي يعني الجماعة كل حد عبر عن الوطن، عبر عن حب الوطن، عبر عن هوية الوطن، عبر. وشاعر ناصر رايح ياخذنا في قصيدته في مولانا المعظم نفسها وطن الوطنية في نفس الوقت، رأس الوطن، حب قائد الوطن، الوطن. أكيد أكيد فرمدي لا ينتهي. بارك الله فيك. تفضل. وأنا ممكن أنا أخذ القصيدة يعني من فكرة أخرى، يعني في باني هذا الوطن. الله يعزك. بارك الله فيك. تفضل. قصيدة بعنوان باني عمان. باسم من أهدى الأمم بشعاع طاهر، باسم من أهدى الأمم بشعاع طاهر، ورث أنواره على مر الزمان، يبتدي حرفي وما للحرف آخر، يوم طاب الجو وازدان المكان، كل نبض في حمل وجدان يامر بالولاء يوم الوفاء عهد المصان. باسم من أهدى الأمم بشعاع طاهر، ورث أنواره على مر الزمان، يبتدي حرفي وما للحرف آخر، يوم طاب الجو وازدان المكان، كل نبض في حمل وجدان يامر بالولا يوم الوفا عهد مصان، ما يصون الوعد إلا حر نادر، والعماني طول عمره حر كان، سيدي والشعر قد عاف المحابر، والمحابر ما لها من ترجمان، ما يصون الوعد إلا حر نادر، والعماني طول عمره حر كان، سيدي والشعر قد عاف المحابر، سيدي والشعر قد عاف المحابر، والمحابر ما لها من ترجمان، لين جيت وكل حرف بك تفاخر، أشهد أنه طالبك حرفي وزان، من عبق ذكرك تنفست المشاعر، من عبق ذكرك تنفست المشاعر، وامتزق ذاك النفس بالإقحوان، لين خلته في شراييني يكابر، ما طلع إلا وهو كاسب رهان. من عبق ذكرك تنفست المشاعر، وامتزق ذاك النفس بالإقحوان، لين خلته في شراييني يكابر، ما طلع إلا وهو كاسب رهان، وانت بوجودك شموخ المجد ظاهر، نور تبدي بالسماء والنور بان، وانت بوجودك شموخ المجد ظاهر، نور تبدي بالسماء والنور بان، مجدك التاريخ به يحكي ويجاهر، في ميادين العلا طلق العنان، ما كسبت إلا النفيس من الجواهر، ممططي صهوة جموح وعنفوان، ما كسبت إلا النفيس من الجواهر، ممططي صهوة جموح وعنفوان، خصمك اللي ضاقت بصوته حناجر يوم جابوا سيرة الأمن الأمان، خصمك اللي ضاقت بصوته حناجر، خصمك اللي ضاقت بصوته حناجر، يوم جابوا سيرة الأمن الأمان، عذرهم عذرهم بالنكسبة بلي مجد زاهر، صفوة ملوك الزمن
باني عمان عذرهم بالنكسبة بلي مجد زاهر صفوة ملوك الزمن باني عمان والفخر للشاعر انه يصير شاعر لابتدابك اول حروف البيان. يا سلام تسلم تسلم الشاعر ناصر بن خميس الغيلاني على هذه القصيدة فعلا وختامها مسك حسب ما قال الشاعر بدر بن ناصر الشحيمي. ونسأل الله دائما بأن يحفظ مولانا إن شاء الله بصحة وعافية لهذا الوطن ولشعبه الأمين الأوفياء إن شاء الله. شكرا للشاعر ناصر وشكرا للشاعر علي الحارثي وكذلك الشاعر حمد وبدر الشحيمي وسعيد بن راشد الحارثي وحمد أيضا العويسي وصالح سنيدي. شكرا لكم ونتمنى إن شاء الله بأن نلتقي في حلقة قادمة بموضوع جديد. أيضا اليوم تكلمنا عن القصائد الوطنية وإن شاء الله في حلقة أخرى نتكلم عن موضوع آخر إن شاء الله. شكرا جماعة وبارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين لازلنا معكم نتواصل وبقية فقرات برنامج صوت القوافي.
أعزائي المشاهدين على الخير والمحبة، التقينا معكم وكذلك على صدى وتغريد الشعراء نفترق، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في لقاء قادم. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودع الله اللي متابعنا على الشاشه ولكم عنا احترام، فمان الله وقمع شملنا على ميعاد ود وانسقام، فمان الله اللي متابعنا على الشاشه ولكم عنا احترام، فمان الله وقمع شملنا على ميعاد ود وانسقام، ونبدي من جديد في شعر نرنا لكم ونعيد مجلس بسلام، نعبر عن تراث في وطننا بمضمون المعاني والكلام، ونبدا من جديد في شعرنا لكم ونعيد مجلس بسلام، نعبر عن تراث في وطننا بمضمون